شدد قائد شرطة الأنبار على تطبيق الإجراءات في مداخل المحافظة ومنع الدخول إليها تطبيقا لمقررات خلية الأزمة التي حدت من الحركة بين المحافظات لمنع تفشي الوباء في العراق، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يخالف الحظر. قيادات أمنية، قيادات عمليات، أصحاب المنافذ الرئيسية للمحافظة وأصحاب المسؤولية، هناك تشدد كبير جدا ونحن مع التشدد بمنع الدخول من المحافظات التي سجلت فيها هذه الإصابات، سواء كان في مجال الوفيات أو في مجال الإحصاء الإصابات. فاليوم نحن مع المنع في هذا الاتجاه والتشديد بهذا الإجراء. لم يحتسب بما في بعض من أصحاب النفوس الضعيفة يحتسبوه بأن موضوع طائفي أو موضوع بما شابه من تفسيرات معادية مدسوسة أخرى، هو اليوم الموضوع بالمنع من الخروج من الدخول إلى المحافظة هي من أجل الحفاظ على صحة الجميع بتسجيل ورصد المخالفات، واتخذنا الإجراءات العقابية القانونية حسب المادة 240 قانون العقوبات العراقي، وكذلك أيضا طبقنا قانون المادة 25 ثانيا من قانون المرور، وهذه المادة تنص بفرض الغرامة المالية 100,000 دينار، وكذلك حجز المركبة وحجز أيضا سائق المركبة من يخالف الحظر. مواطنون رحبوا بقرارات غلق مداخل المحافظة، كما أكدوا على وجوب الالتزام بالحظر للحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بالعدوى، وهي خطوة مهمة للحد من انتشاره. احنا ما طالبنا بخلية الأزمة بغلق المحافظة ومنع دخول أو خروج أي شخص من هاي المحافظة، يعني هاي محافظتنا نريد نحافظ عليها من هذا الوباء الخطير. احنا اي قرار يصدر من خلية الازمة يصب بمصلحة المواطن الانباري احنا مع هذا القرار، سواء بحظر التجوال منع، لكن بصراحة لازم نشيد بدور الاجهزة الامنية، الاجهزة الامنية متعاونين بشكل كبير مع الحالات الانسانية داخل المحافظة. بغلق محافظة الانبار احنا ندعو كل المحافظات العراقية، احنا من يعني مو بس الانبار نريد نحافظ عليه، نريد نحافظ على شباب المحافظات البكية وعلى العوائل البكية، كلهم مهنا واخوتنا، بغلق محافظاتهم والتزام بقرارات خلية الازمة. هذه القرارات والله 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 لمصلحة المواطن، هاي القرارات مهمة، نفذ هذه القرارات وان شاء الله الله يبعد عنا الشر. حسب مراقبين ومختصين بالشأن الأمني، فإن غلق مداخل ومخارج المحافظة سيسهم في الحفاظ على خلو المحافظة تماما من الإصابات بفيروس كورونا والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.